او الديون في كثير ناس طبعا في ناس بتعرف على الطريقه في ناس لحد الان ما بتعرف لحد الان واقع بالناقص فانا جيت بكل بساطه اشرح هاي الطريقه اللي راح توفر معك كثير اذا ما 100% من اللي راح تكون موفره معك 100% وتقريبا انا شرحتها ولكن ما في فيديوهات خاصه انه كيف